السلام عليكم. في حلقة من الحلقات اللي فاتت تساءل أخونا أيمن بريبة شديدة عن المشاركين في القناة، والتساؤل ده طبعا كان ناتج عن إيمان أيمن الشديد بأن أي عملية أو دعوة للتفكير الحر والمستقل والمحايد وراها مؤامرة إبليسية كونية عظيمة بتستهدف الشعوب العربية والإسلامية عشان تعيق عملية التقدم والحضارة العظيمة والفظيعة الحاصلة في الشعوب. فعشان نطمن أيمن حنوريه المشاركين في القناة. المشاركين في القناة 8 شخصيات، 4 منهم شخصيات محلية هتكون مشاركة بصورة رسمية ومستمرة في مواضيع القناة الحوارية باعتبار انهم اعضاء في مجتمعات. 4 شخصيات تانية ممكن نعتبرها فرعية ومشاركة في مواضيع معينة. المواضيع المعينة دي موجودة في عقائدنا وعقليتنا لكن عندها تأثير بيصلهم على اختلاف مجتمعاتهم الموجودين فيها، فنقدر نسميهم ضيوف اجانب. في حلقة الليلة تعالوا نتعرف على المشاركين كلهم بصورة عامة بسرعة. في الجانب الايمن من النزاع هنلقى ايمن عبد الغني او ايمن السلف. ايمن مواطن يدعم احزاب اليمين واحيانا بيكون متشدد، ممكن يكون مواطن في أي مكان في العالم العربي والإسلامي، لكن بغض النظر عن مكانه أو موقعه الجغرافي إلا أنه زي ما شايفين عنده خلفية معرفية باكستانية سعودية. مع حلقات القناة حنتعرف كيف المرجعية الباكستانية والسعودية دي مؤثرة في تفكيره. هنلقى أنه صفاته الشخصية طيب القلب حسن النية، وده شيء كويس، لكن مشكلته أنه بالتالي بيكون سهل التلاعب بمشاعره ودغدغة عواطفه. ما هو للأسف العالم ده فيه ناس أشرار على الدوام بيحاولوا يستغلوا طيبة الناس زي أيمن ديل. المشارك الثاني والأساسي في النزاع هو أيسر التحرري. أيسر مواطن بيدعم أحزاب اليسار وأحيانا قد يكون ملحد، وهنا خلينا نعرف لك أيسر بطريقة توضح لك توجه محوري جدا للقناة، وهو أنه أيسر سلفي طريقة ثانية، سلفي من نوع آخر. أيسر واحد مثقف ومطلع على الأفكار الشيوعية والوجودية، مناهض للإمبريالية والتوسعية، ويدعو لتطبيق العلمانية الأوروبية بحذافيرها. ولما تيجي تقول له يا أيسر أنت كده فرقت شنو من أيمن اللي عايز يطبق فينا شريعة مذهبية كتبت قبل 1200 سنة وبحذافيرها برضو؟ أيسر هنا بيقول لك لا، لازم نبتدي من حيث انتهى الآخرون، ولازم نشوف الغرب عمل شنو ونعمل زيهم بالضبط. بصفاته الشخصية منفتح على العالم، متحرر جدا، له مفاهيم شمولية عن الحرية ويعتقد أنها هي المفاهيم الحقيقية للحرية. الشخصية بتاعت أيمن والشخصية بتاعت أيسر وانتماء كل واحد منهم السياسي أو العقائدي قد يكونوا شخصيات ممكن تلقاها في كل الدول العربية والإسلامية، لكن على حلقات قناة مصباح أعبر عنهم باللهجة السودانية وباللهجة المصرية. والموضوع هنا ما مقصود به وصم دولة من الدولتين بأي توجه من التوجهين، ولكن إشارة لانتشار النوع ده من التفكير في الدول العربية. المشارك الثالث معنا هو مصباح الوسيط الفلسطيني. إنسان مواصفاته إنه عاقل ووسطي، وجاي مهمته إنه هو يتوسط في هذا النزاع اليميني واليساري، وحيكون بيتكلم باللغة العربية الفصحى لأنه في بعض الناس ما بتحب الكلام عن المواضيع اللي حتناقش القناة إلا باللغة العربية الفصحى والمراجع والمصادر، فهدينا بنحاول. طبعا انت حسي مشيت بتفكيرك بعيد وفكرت ان القناة دي سياسية وفلسطين وإلخ إلخ إلخ، ولكن الوسيط مصباح ما عنده أي علاقة بقضية فلسطين سياسيا بل اجتماعيا وإنسانيا. حوضح العلاقة الاجتماعية والإنسانية دي في حلقة خاصة بعد الحلقة الجاية. فحاليا مصباح مجرد زول أو زلمة فلسطيني إنسان، بالتأكيد حيتكلم باللهجة الفلسطينية. ليه؟ شخصية مصباح دي تحديدا مخترعة عشان أشير للجانب الإنساني في القضية الفلسطينية وأشير للانتهاكات اللي بتحصل في حق الشعب الفلسطيني. وكمان حاجة مهمة تانية عشان أشير إنه الشعب المسكين ده ولا إسلامية نفعته ولا يسارية نفعته، والاثنين انتفعوا باسم القضية الفلسطينية. المشارك الرابع معنا في القناة إنسان مهم جدا جدا وفريد من نوعه، المواطن سلبي معاوية سالم. ومعاوية بس زول موجود لا عاجبه العجب ولا الصيام في رجب، بل ده ما عاجبه أساسا تسمية رجب برجب وتسمية رمضان برمضان، وما مقتنع بكل الأفكار الموجودة في العالم. لكن في نفس الوقت هو ما عنده أي فكرة جديدة ممكن يقدمها للناس، أو خلونا نكون منصفين مع الراجل، هو يمكن عنده فكرة لكن هو لسه ما عارف يطلع عمتين. واحد متابع الحلقات الفاتت ممكن يقول لك هل سلبي ده هو نفس الشخصية اللي ما بتشارك في النزاع الديني واليساري ده لا بالسلب ولا بالإيجاب وبتتصف باللامبالاة؟ الإجابة على السؤال ده هي لا. أولا لأنه سلبي معاوية سالب ده أصلا ما في زول زيه، تمام، وثانيا لأنه صاحب صفة
اللامبالاة دي اصلا طبيعي، هو ما بيحب يشارك في النزاعات، واذا واحد شارك في النزاعات هو ما عنده معه مشكلة وما بينتقده، اما سلبي معه يا سالم فهو بيشارك ولكن بسلبية، وبيكون النقد هو جوهر مشارك. اذا يا اصدقائي هؤلاء هم المشاركين الاربعة المحليين الاساسيين في النزاع، الاخوة الاعداء ايمن وايسر، واللي زي ما قلنا في حلقات حتلقوهم بيعبروا عن النزاع الديني واليساري سياسيا، في حلقات حيعبروا عن النزاع السلفي والالحادي عقائديا، بالاضافة لمصباح الوسيط الفلسطيني، بالاضافة طبعا لسلبي اللي هو انا ما حاخدته طبعا مع الناس هنا، حاخدته فوق الناس. تعالوا الان نتعرف على المشاركين الاربعة الاجانب، واللي زي ما قلنا هيعبروا عن اشياء موجودة في الفكر الاسلامي ولكن بتمسهم، مواضيع بتشكل 90% من تفكير المسلمين بالعموم على اختلاف في رقم وانتماءاتهم. والهدف من مشاركة الاربعة مشاركين الاجانب ديل انه احنا نشوف ولو لمرة واحدة ونتخيل وقع العقائد دي على الاخر، وكمان عايزين ندرس عن خلالهم بعض المواضيع اللي بتمرر على انها ثوابت من الدين، ونشوف هل هي دي فعلا ثوابت للدين ولا ثوابت سياسية، باعتبار انه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الثوابت بتاعتها موجودة في القرآن. يبقى هل الثوابت الدينية او السياسية دي موجودة في القرآن برضو؟ الله حنشوف. اذا المشارك الاجنبي الاول الصديق دييغو من نابولي. دييغو مواطن عادي كان قاعد ولا بيه ولا عليه على شاطئ البحر الابيض المتوسط، وبيتفرج على فيديوهات في وقت فراغه، وفجأة بيشوف فيديو لشيخ اسلامي معروف جدا الحقيقة، بيأكد للناس انه في حديث مفاده انه المسلمين سيغزون روما، وبما انه في التاريخ الفات ده لسه ما حصل لحد الان، فبالتأكيد ومن الطبيعي انه دييغو يفتكر انه المسلمين حاليا بيخططوا للغزو ده. والحقيقة الحديث ده واحساس دييغو بانه هو الطرف الذي سيغزى هيخلينا نفتح ونناقش مواضيع كثيرة متعلقة بالجهاد، ونشوف اولا كيف ربنا في القرآن فرق لنا بين الجهاد وبين القتال في سبيل الله حتى كمفردات، فبنلقى انه لفظ الجهاد في القرآن بيعني كثيرا مجاهدتك لنفسك. هنشوف مع بعض كيف انه اللفظ ده عبر التاريخ تحور معناه القرآني واصبح عنده معنى سياسي، ثم للأسف تحور هذا المعنى السياسي مرة اخرى واصبح معنى ارهابي. الان هنشوف المشترك الاجنبي الثاني الصديق ليو من برشلونة. ليو باختصار انسان يريد دخول الاسلام وعنده اصدقاء مسلمين كثيرين، تجربته الشخصية معاهم جيدة ومفيدة وما شاف منهم اي شيء سيء، وعارف ومتأكد تماما انه في فرق بين الاسلام والاسلام الارهابي، ولكن هو بيبحث عن بعض الاجابات الفلسفية والعقلية على بعض الاسئلة اللي بتدور في ذهنه عشان يقدر يقتنع بالدين الاسلامي ويقتنع انه القرآن هو فعلا تنزيل من رب العالمين. عشان كده مع ليو حنفتح كتب الاخوة السلفيين، ونرجو ان هم يسامحونا يعني على الحركة دي، بس احنا عايزين نشوف من كتب الاخوة السلفيين كيف ممكن يجاوبوا على الاجوبة العقلانية والفلسفية دي من كتب السلفيين، يعني زي مثلا كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، كتاب الملل النحل، عشان نشوف رأي السلفيين في مواضيع زي زواج الإنس والجن ورأيهم أساسا في الفلسفة وفي التفكير، وكانوا بسموا الفرق اللي بتدعو لاستخدام العقل بياتوا أسامي. وطبعا حنفتح مع بعض كتب الأحاديث والتفسير والتاريخ، شوف مع بعض العقلانية السلفية. المشارك الأجنبي الثالث معانا هو كريم بن عرفة. كريم ده بقى قصته عجيبة جدا. كريم ده واحد مسلم أبا عن جد، في أسرة الناس فخورة جدا ومعتزة بالإسلام، ولكن في نفس الوقت حاسين بالانتماء التام لجمهورية فرنسا، وده بنلقاه لأسباب كثيرة، منها إنهم عاشوا حياتهم كلها في فرنسا وعملوا في فرنسا أصدقاء ومعارف، ولطول فترة تواجدهم في فرنسا أصبحوا هم نفسهم جزء من المجتمع الفرنسي. وكمان سبب تاني لإحساسهم بالانتماء ده إنهم عندهم ناس كثير من العائلة مثلوا فرنسا في محافل كثيرة رياضية ثقافية سياسية فنية فكرية. لكن بالرغم من ده كله كريم حاليا بيفكر إنه غير دين، والغريبة إنه القرار ده ما بسبب ضغط المجتمع الغربي عليه، بل بسبب الخطاب الديني المتبنى من المجتمع المسلم نفسه، واللي بيتكلم عن انه عقيدة الولاء والبراء لابد تتبني عند المسلم بأسباب دينية فقط، وإنك من المستحيل تكون فرنسي وبتحب فرنسا بإخلاص وفي نفس الوقت تكون مسلم. المشارك الأجنبي الرابع معانا حيكون بيكزي. بيكزي أمريكي من الآخر كده، بيحب النسوان، وبعدين في أمريكا عندهم ما بيقدر يكون عنده أكتر من زوجة واحدة ولا حتى أكتر من جيرفريند واحدة. موضوع الخيانة الزوجية أو الجيرفريندية عندهم ده موضوع كبير جدا، وأثناء ما هو بيبحث وبيفتش عن كيف ممكن يلقى حلول يشبع بها رغبته الجامحة وعشقه للذة والنساء، وجد معلومة إنه
الزواج في الإسلام متاح لحدود 4 نساء، وفي نفس الوقت ممكن العداد يزيد على حسب التساهيل والمذاهب. وطبعا ده كان أهم اكتشاف في حياة أخونا بيكزيدة. في نفس الوقت بالنسبة لنا حيخلينا نعيد دراسة موضوع تعدد الزوجات ده، وحنشوف هل ربنا في القرآن قال يتزوجوا بس ولا خدت شروط اجتماعية للتعدد ده. طبعا أنا هنا ما قصدي الشرط بتاع العدل بين النساء الكلنا عارفينه، أنا بتكلم عن الشرط ده. عايزين نشوف ليه الفقه الإسلامي ما مركز مع شرط اليتامى ده واخد فقط الجزء الثاني من الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء. المشكلة إنه الموضوع ده ما بقى فقهي وبس، ده تحول لعادة اجتماعية، أو خلينا نقول العادة الاجتماعية الأهم التي توصف بها كل المجتمعات المسلمة وأكثر ما يعرف عنهم. طبعا هنا واحد مسرع ممكن يسأل ويقول لك يعني أنت ما عاجبك فعل الرسول وما عاجبك سنته وإنه تزوج أكثر من واحدة وكذلك فعل كبار الصحابة؟ فللنوع ده من الناس حقول أولا كبار الصحابة اللي تزوجوا 4 ديل، أنت عارف هم تزوجوا منه؟ وهل أنت متأكد أن النساء اللي تزوجوهم ديل ما كانوا من أمهات اليتامى؟ يعني زي ما بتنص الآية. ثانيا أنا ما من الناس اللي بتشوف مشكلة في ممارسة تعدد الزوجات في الفترة التاريخية دي، وكمان برضو ما عندي مشكلة مع ممارسة تعدد الزوجات بشروط قانونية تفرضها حوجة المجتمع. أنا عندي مشكلة مع الناس اللي عايزة تعتبرها سنة تطبيقها على العموم وتستفيد منها وتنتفع، وكمان بتلغي المعنى الأهم في الآية إنه ربنا حصرها على أمهات اليتامى. الآن يا أصدقائنا انتهت الحلقة اليوم، وتعرفنا على الشخصيات المشاركة بصورة عامة والتساؤلات اللي بيطرحوها. في الحلقة الجاية هندخل في حوار مطول في حلقة مطولة معهم، وبالتأكيد طبعا هنسمع للكثير من الفيديوهات معهم واللي بتدعم مواقفهم. وفي الآخر إذا عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشوف الحلقة الجاية عشان تتعرف على الشخصيات دي أكثر.